مساء البركات والرحمة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نفحات ربانية الحقيقة بدور فيها الكثير من الروحانيات النهاردة، يعني ببركة يعني ميلاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هيكون لينا حلقة خاصة جدا في برنامج اليوم النهاردة، ومعانا هيكون في يعني الحقيقة نفحات يعني نأمل من الله سبحانه وتعالى إنه يمن علينا بها في هذا اليوم المبارك، من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعض الابتهالات اللي هندخل بيها كده في أجواء روحانية إن شاء الله تنال استحسانكم. بس خلونا قبل ما نروح يعني لهذه الفقرات نبدأ كده بمجموعة من الأخبار السريعة، لكن خلونا أيضا نبدأ أخبار سريعة. هنبدأ سويا من خبر عن، خلونا نروح لوزارة الصحة. عندنا أخبار الحقيقة بتتكلم من وزارة الصحة على إن هيبدأ إن شاء الله من يوم الحد اللي جاي التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولمدة 5 أيام في محافظتين 2 فقط، هنبدأ بمحافظة القاهرة وتليها محافظة الجيزة. ده بالنسبة لأخبار وزارة الصحة. يعني كمان هي وضحت وقالت إن التطعيم هيكون من سن 5 سنوات للمصريين وغير المصريين. أشارت كمان إلى أنه هيتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة وفي الوحدات والمراكز الطبية، من خلال الفرق المتحركة بالميادين الكبرى، وهتكون أيضا في محطات القطار ومترو الأنفاق، هيكون أيضا بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق. الحية هيكون مجموعة من الفرق الطبية الثابتة في هذه الأماكن للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من يوم وإلى 5 سنوات. يمكن كمان أشارت إلى أنها يكون هناك حملات لتقوية الجهاز المناعي للأطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وده وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، واللي أكدت الوزارة أن الفرق الطبية خلال حملة تطعيم شلل الأطفال بتلتزم بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في ظل انتشار الوباء طبعا عالميا، وبالتالي ما نقلقش ونروح نطعم أولادنا من لديه أطفال من سن يوم وحتى سن 5 سنوات. طيب، وهيكون من يوم الحد اللي جاي زي ما احنا قلنا لحضراتكم، وهنبدأ بمحافظتين القاهرة والجيزة. طيب، احنا لسه هنكمل مع حضراتكم وزارة الصحة، لأن الحقيقة أعلنت في بيان ليها النهاردة عن إصدار 315941 قرار علاج على نفقة الدولة، وده هيكون خلال شهر سبتمبر اللي بدأ طبعا في سبتمبر اللي فات، وكانت تكلفته الإجمالية بلغت 1,333,000,000 جنيه. ده في إطار طبعا رفع العبء عن كاهل المرضى خصوصا غير القادرين منهم، وده من خلال توفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة. يمكن كمان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة كان قال إن قرارات العلاج على نفقة الدولة شملت تخصصات أمراض كتيرة، منها أمراض الدم والأورام، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة، النساء والعيون والعظام والمسالك والبطنة، ده بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية. ولفت إلى مناظرة 117 مريض بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس، وده لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة. طيب، هنروح لأخبار الحقائق والشائعات وتفنيدها. الحقيقة نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة، واللي كان اعتبار من يناير 2023. بعض الشائعات تم تداولها بتقول إن السفن يعني بدأت تتخذ مسارات بديلة. نفت الحكومة ده تماما. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع هيئة قناة السويس، واللي أكد إن الهيئة بتطبق استراتيجية تسعيرية وتسويقية متوازنة ومرنة بتحقق المصالح المشتركة مع عملائها، وبتراعي الظروف الاقتصادية طبعا العالمية ومتغيراتها عبر آليات واضحة لمواجهة سياستها التسعيرية، وده من خلال تقدير رسوم عبور السفن اعتمادا على الوفر المتناسب مع الرسوم اللي بتحققه القناة للسفن العابرة،
وده لضمان الحفاظ على ريادة القناة وجعلها لاختيار الأمثل والأسرع والأقصر لعملائها، وأيضا الأقل كلفة، وده بالمقارنة بطرق المنافسة عموما حول العالم. أشارت كمان إلى مواصلة القناة لتحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة، وسجلت إحصاءات الملاحة بالقناة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 أرقام قياسية جديدة، وهي الأعلى مقارنة بمعدلات العبور الربع سنوية على مدار تاريخ القناة، حيث عبرت 6252 سفينة في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام الحالي، بإجمالي حمولات صافية بلغت 372.7 مليون طن، وحققت بذلك إيرادات قدرها 2 مليار و100 مليون دولار. هنروح لأخبار الطقس. خلونا ننتقل سويا لأخبار الطقس، لأن الحقيقة بالأمس شهدنا كده يعني انخفاض شديد في درجات الحرارة، فقلنا كده نطل طلة كده على هيئة الأرصاد الجوية علشان نستشرف مع بعض بكرة السبت هيكون شكله عامل ازاي. هيستمر في انخفاض درجات الحرارة، هيسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وهيكون لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الهيئة أوضحت أن بكرة هيشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، وده اللي هيقلل إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة. هيشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، هيكون في سرعة للرياح بتتراوح من 40 ل 50 كيلومتر في الساعة، وارتفاع للأمواج من 2 ل 2.5 متر، وهيكون هناك وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. كل سنة وانتم طيبين بقى، احنا في فصل الخريف، اعتقد ان كده الخريف ظهرت ملامحه. خلونا نروح بقى لفاصل، نرجع نكمل كلامنا في اليوم بعد هذا الفاصل، خليكم معانا. تخليدا لذكرى الشهداء الذين سطروا بدمائهم الذكية أمن واستقرار الوطن، وفي تأكيد على أن الوطن لا ينسى من ضحى من أجله، أوفدت وزارة الداخلية مأموريات لتوزيع حقائب ومستلزمات مدرسية على أبناء الشهداء ممن يتلقون التعليم في مختلف المراحل الدراسية في إطار الدعم والمساندة المقدمة لأبناء الشهداء. حاجة زي كده بتبقى رافعة من روح الولاد وترفع من روحنا المعنوية. هما مهتمين بينا وجابوا لنا شنط المدارس والهدايا وجابوا لي كل حاجة. هما مش سايبيننا وطول الوقت معانا، وطول الوقت حتى لو احنا احتاجنا أي حاجة غير كده بيجوا لنا، واحنا حتى ممكن نتواصل مين بنروح لهم، يعني معانا في كل خطوات حياتنا من ساعة ما سيد الله يرحمه توفى. ولسه دموعي في عينيا لكن فرحان عشان بيقولوا اني بطل وابن بطل، ابويا شهيد دي حاجه اكيد تشرفني. كما أوفدت الوزارة مأموريات لمرافقة أبناء الشهداء إلى مدارسهم مع بداية عام دراسي جديد، في لمسة إنسانية تحرص عليها الوزارة سنويا، وتؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقدير لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن. تبقى حاجة نفسية حلوة للولاد طبعا، ان هم بيبتدوا معاهم اول يوم دراسة الوزارة بتبقى معاهم. جم خدوني من البيت، كنت مبسوط جدا وصراحة اتبسطت جدا في يومي النهاردة. هذه اللمسة الإنسانية التي تحرص عليها وزارة الداخلية سنويا تؤكد على مدى الرعاية المقدمة لأسر وأبناء الشهداء وتقديرا لما تحملوه في سبيل الوطن، وتكريمهم هو تكريم لآبائهم الذين استشهدوا دفاعا عن الحق والواجب والأمن.
وزارة الداخلية طبعا أنا بشكرها على كل التقدير والمجهود اللي بيعملوه معايا أنا والولاد ورعايتهم لينا دايما وسؤالهم علينا على طول. النهاردة جم اصطحبوا الولاد للمدرسة وكرموا الولاد قدام المدرسة كلها. بشكر وزارة الداخلية وسيادة الرئيس على الضباط اللي جم خدوني النهاردة من البيت وكرموني في المدرسة. وقد شعر أبناء الشهداء بالفخر والعزة وهم يخطون خطواتهم الأولى في عام دراسي جديد رفقة رجال الشرطة، موجهين الشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعد تكريما لآبائهم الشهداء. يجوا ياخدونا ويوصلونا المدرسة بنفسهم ويحسسونا ان احنا في بيتنا وان هم معانا على طول وعمرهم يعني ما فرقونا ابدا ودايما في ظهرنا. يعني حاجه كويسه جدا ان هم نفسيتهم بتبقى كويسه، بيحسوا ان هم في ليهم ظهر موجود طبعا بعد باباهم الله يرحمه. دي حاجه بترفع من معنوياتهم. هم بيقعدوني عن بابا بيخلوني احس ان بابا جنبي. انا بستنى من سنه لسنه علشان منتظر اللحظه ديت، ببقى واقف في المدرسه فخور. ابويا ما ماتش، ابويا شهيد في جنبي حي، واللي ما فرحش يا ما طلبها واتمنى. وقد اعرب القائمون عن العمليه التعليميه عن تقديرهم لهذا الدور الانساني الذي تقوم به وزارة الداخلية والذي يرسخ لقيم الولاء والانتماء للأجيال الجديدة الذي تشاهد هذه اللحظات من الحفاوة التي يحظى بها أبناء الشهداء. أكيد دي فرحة جداً لولادي، وأكيد ولادي جداً فرحانين ومبسوطين باهتمام الوزارة بيهم وتكريمهم يعني قصاد زمايلهم. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية تجاه أبناء الشهداء واعتزازاً بأرواح صعدت إلى بارئها وهي تدافع عن الوطن ليحيا أبناؤه في أمان واستقرار وينهض نحو التقدم والبناء. الأطفال بيقولوا إنهم بيستنوا من سنة لسنة علشان هذا اليوم يجي ويصطحبوهم من إيديهم ويدخلوهم الفصول ويقعدوا يكلموا معاهم قدام زمايلهم. قمة الفخر والاعتزاز إن أبائهم قدموا أرواحهم لهذا الوطن، وإحنا طبعا يعني بكل تأكيد فخورين بيهم وفخورين بما قام به الحقيقة شهدائنا الأبرار حماية وصون لهذا الوطن العزيز على قلوبنا. إحنا مبارح كنا بنحتفل بستة أكتوبر، والنهاردة الحقيقة بنحتفل بمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أيام كلها يعني جميلة، فيها انتصار وفيها روحانيات. اللهم صلي على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار. اللهم صلي على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنازلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة مساء البركات والرحمة والنفحات الربانية في الأيام النورانية اللي بتدور فيها الروائح العطرة لذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أبهى من أشرقت الشمس على وجهه وأشرف من وطأت أقدامه الثرى. برحب بحضرتكم من جديد في اليوم، وبرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ منتصر الأكرد كبير مبتهلي الإذاعة والتلفزيون. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتكم طيبين. وحضرتك طيب. يا رب يحفظ مصرنا الحبيبة ويحفظ رئيسنا ويحفظ قيادتنا ونبقى دائما أبدا إن شاء الله في الأمن والأمان في أيام جميلة مفترجة، ونحتفل جميعا بهذه الأيام وبروحانيتها. نعم. والحقيقة أول سؤال أنا عايز أسألك عليه، تفضل. كيف نحتفل بمولد سيدنا النبي؟ الاحتفال بمولد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نقتدي بحضرة النبي في أفعال وأقوال، وأنا يعني أنصح الذي يشاهدنا أنه يكثر من الصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة هو عايزها يعني.
في صيغ كتير يمكن انا حاولت قدر الامكان ان احنا نقول في البدايه كده جزء او بعض منها، لكن نعم. اي صيغ افضلهم؟ وكل ما كل صيغ ما فيش حاجه اسمها افضلهم، كل الصيغ على حضره النبي مستحب، لانه هو طبعا حضره النبي مقامه عالي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد بيصلي بالصيغه التي يرتاح لها قلبه. الصلاة على حضرة النبي كنز من الكنوز، يعني المفروض ما فيش حد يعني يدعها يعني. طيب شيخ منتصر، يعني أكيد كلهم دلوقتي منتظرين إن شاء الله إحنا نسمع بعض من الابتهالات، سمعكوا حاجة تدخلنا بيها في يعني حاجة جديدة لسه من كلمات الدكتور أحمد زعمان، شاب من شباب مدينة الأقصر. يا رسول الله سجدت لكعبة حسنك الأشجار وتزينت بضيائك الأقمار يا رسول الله وازدان شهر وغدا الربيع وغلت الأنوار لم تشتكي أم المطهر حمله عند الولادة أنوار من مثله من مثله ما مثله في الكون جاء ميلاده للعالمين حماية وجوار. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على حضرتك. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. حيك قلت من يعني كل نفس بتطيب إلى صيغ أو صيغة معينة من الصلاة على النبي، نعم. وبالتالي هو ممكن يكررها. أنا عايزة أسمع من حضرتك بعض الصيغ. حاضر. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم. اللهم فرج كربي كما وعدت،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نور ورحمة للعالمين. ظهور، احنا كنا بنتكلم على فكرة قبل الفاصل مع الشيخ منتصر، وكنا بنقول أفضل يعني بالنسبة له هو أفضل صيغ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني هذه الصلاة تحديدا. هذه الصلاة أخذناها عن فضيلة مولانا الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، وتحدث فيها في فضلها وفي يعني أنها كنز من كنوز صلوات على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى هو فضيلته رحمة الله عليه ذكر أنه كان حينما يقرأ حد كتبها له في ورقة، وكان حينما يختلي بنفسه في غرفته ويقرأ هذه الصلوات يرى الأحرف في الورقة لها نور يظهر من الورقة يعني. فطبعا ليها أعداد معينة؟ لا يعني كل واحد على قد يعني على قد استطاعته يعني. وبعدين الصلاة على سيدنا النبي أصله يعني كل واحد بيصلي على سيدنا النبي كما يرى يعني، أو كما يرتاح للصيغة يعني، وبالأعداد اللي يقدر عليه. بالأعداد إن شاء الله يا ربي 5000 مرة، إيه المشكلة؟ أيهما أفضل النهاردة، التسابيح أكتر ولا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما نقولش أنه أيهما أفضل، لكن هو التسابيح مطلوبة والصلاة على حضرة النبي مطلوبة، ولكن حينما يصلي العبد على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه الله بها 10 يعني الواحد. لا طبعا يعني هذا شرف يعني عظيم إن الإنسان اللي بيصلي على سيدنا النبي، وده من عظمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى جلت قدرته يعني بنفسه بيصلي على العبد الذي يصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. طب احنا يعني في يوم زي ده طبعا بنحب قوي ان احنا نعلم ولادنا يعني اخلاق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الرحمة وفي اشياء كثيرة الحقيقة. فواحنا يعني ولادنا كده قاعدين بيتفرجوا علينا نقول لهم ايه؟ نتعلم ايه النهاردة؟ رحمة سيدنا النبي، هو ارسل رحمة للعالمين. فاحنا لو تحدثنا في طبعا لو تحدثنا في رحمة سيدنا النبي احنا عايزين اعوام نتحدث عنها طبعا، لانه يعني كان رحيما بالبشر، وكان رحيما بالحيوانات، وكان رحيما بالطير، وكان رحيما يعني حتى الجزء الذي أنى وبكى لحضرة النبي وهو جماد احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعده ان يكون معه في الجنة، والصحابة سمعوا أنين الجزء يعني. طبعا يعني هو رحمة للعالمين، رحمة لكل شيء صلى الله على حضرته وسلم صلى الله عليه وسلم. نسمع بقى. حاضر. يا رسول الله تربت يداي إذا حرمت كشافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء، تربت يداي يا رسول الله يداي إذا حرمت كشافعا، ومنعت حوضك أيها السقاء، يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب، بلغ الهوى منك الذي يرجو
ولا الشعراء كم غادر الشعراء كم غادر الشعراء من نظم وكم راء محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يمكن الأيام يعني أنا مش عايزين نسترسل في الكلام كتير أكتر من إحنا نستمع النهاردة وندخل في هذه الأجواء الروحانية كلنا كده مع بعض وإحنا قاعدين. فيعني خدت نفسك؟ أنت تحت الأمر. أنا معاك خلينا نكمل إحنا يعني أنا معاك حتى مطلع الفجر مفيش مشكلة. ما شاء الله ربنا يديك الصحة يا رب شيخ منتصر وسمعنا. ولد النبي فضاءت الأكوان ولد النبي ولد الحبيب فضاءت الأكوان وانزوى الشيطان والطيب 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 يعبق بالثناء خير من جاء الوجود وضعت خير من جاء الوجود فعمك الإحسان. الله أكبر ما شاء الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حضرته وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب احنا كنا بنتكلم على احنا نعلم اولادنا ايه في يوم زي ده. لازم دايما يعني قدر الامكان في اي مناسبة لازم نقعد مع اولادنا ونتكلم معاهم ونعلمهم يعني نحاول كده يعني ننتهز الفرص. فاحنا قلنا نعلم اولادنا ايه الرحمة فيما بينهم التحمل برحمة. نعلم شبابنا ايه كمان. الشباب طبعا لازم. خصوصا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سهلة. طبعاً. الشباب دلوقتي شايف الدنيا سهلة. الدخول على الانترنت سهل. البحث عليه بشكل يعني بقى سهل حاجات كتير. فهم بيشوفوا دايما حاجات عظيمة وحاجات كبيرة لكن ما بيشوفوش مراحل سابقة كتير. أنا وجهة نظري في هذا الموضوع أن أولياء الأمور لابد أن يراقبوا أولادهم في موضوع السوشيال ميديا. لأنه في شباب بيتاخد للإلحاد وبيتاخد للعلمانية الحاجات دي طبعا موجودة على السوشيال ميديا. والشاب إن لم يكن مثقف دينيا حينجرف
الى الحاجات المحظوره دي يعني. يعني الحقيقه الموضوع يعني ده الدوله يعني وضعاه في عين الاعتبار. نعم. موضوع الوعي من قدر الامكان الحقيقه كل اجهزه الدوله وكل من هو مسؤول عن تشكيل الوعي لدى نعم. اطفالنا واولادنا وشبابنا. احنا الحقيقه حتى من ضمن دور الاعلام كمان احنا بنحاول طبعاً قدر الامكان طبعاً ان احنا طبعاً. نوعي ونقول ونصوب. المقصود حضرتك انه احنا يعني طوال العام نفهم الشباب ما 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 هي حياه سيدنا النبي، مش في المولد بس يعني. ايوه يعني طول السنه سيرة. طول السنه نعلم اولادنا سيدنا النبي كان بيتعامل مع الناس ازاي، كان بيرحم رحمته ازاي، كان كرمه ازاي للصغير وللكبير، كانت شجاعته ازاي، كان يعني مثبرته ارادته. امال ان هو سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى في الدعوه عشان الاسلام يتوفر لنا دلوقتي يعني. احنا احنا خلقنا مسلمين بدون تعب يعني، لكن سيدنا النبي راى العناء كله يعني. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا ان انا معاكم. لا احنا اكثر سعاده والله، واستمتعنا الحقيقه ويعني وضعتنا يعني الحقيقه في جو من الروحانيات. بارك الله ليك الشيخ منتصر الاكرد كبير مبتهلي الاذاعه والتلفزيون. وخلونا قبل ما نختم كلامنا النهارده اقول لحضرتكم كده بعض الاخبار السريعه. يعني على سبيل المثال الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باطلاق مبادره ابدا. المبادرة دي معنية بدعم الصناعات وبالتمكين الاقتصادي للشباب، وده ضمن المشروع القومي حياة كريمة. المبادرة دي كمان معنية بتقنين أوضاع المصانع المخلفة، ومشروع آخر لرعاية الأيتام، وده بالإضافة إلى إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير حياة أفضل للأسر الأكثر احتياجا، ومتابعة الحالات المرضية المستحقة واللي بحاجة ماسة للعلاج. احنا معانا تقرير الحقيقة، نروح نشوف تفاصيل هذه المبادرة، مبادرة ابدأ. وأنا بحييكم طبعا وبحيي طبعا شيخنا الجليل. أنا يعني دعيني منتصر. بس أدعو لسيادة الرئيس، لأن هو حقيقة يعني الأب الحنون لكل المصريين. والله لا نفاقا ولا رياء، لأنه حقيقة يعني الإنجازات الذي صنعها الرئيس السيسي في وقت وجيز لم تصنع على مدى 40 عام. فإحنا بنقول له ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله ويخليك يا سيادة الرئيس لمصر كلها ولشعب مصر حق جهنم. يا رب اللهم أمين. وخلونا نروح نشوف التقرير ونشوفكم بقى بكرة في يوم جديد من برنامجكم برنامج اليوم على شاشتكم شاشة دي ام سي. انا عندي 60 عامل السنه دي، عايز السنه الجايه يبقى عندي 600 عامل. نفسي اشوف بلدي كويسه واحسن بلد خلقها ربنا في الدنيا. نفسي اخلي مصنعي رقم واحد في السوق. احنا طموحاتنا كبيره ونفسنا ان شغلنا يوصل للدنيا كلها. انا عايز اشتغل وعايز اسهر وعايز ابات في المصنع، وعايز اشتغل بدل الست ايام اشتغل 7 ايام 30 يوم في الشهر. عايز اكسر الدنيا يا ريس. تحدي المعدن المصري بيثبت انه الاقوى، وفي تحدي الجمهوريه الجديده كان لازم نحط ايدينا في ايدين بعض عشان ندعم الصناعه المصريه، وهو ده اللي شجعنا نفكر في مبادره لدعم الصناعه الوطنيه من اليوم الاول. وخطتنا رسمناها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات، والبدايه كانت بدعم المصانع المتعثره بتوفيق اوضاعها وانهاء اجراءاتها. ساعدنا المصنعين بالدعم المادي والتقني، ووفرنا لهم التدريب والتاهيل اللازم، وبكده المصنعين وقفوا على رجلهم، اخذوا الثقة ورجعت مصانع تشتغل من تاني. كانوا بس محتاجين بداية، عشان كده ابدأ كانت الفكرة، وبيها هندعم اقتصادنا وهنوطن صناعتنا وهنرجع انجازاتنا تهز العالم باسم مصر.
المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية. ابدأ.